أنا أحب كرة القدم وبتابعها باهتمام وبمعرفة، وعندي مواقف منها، وهذا لا يمنعني أني أصلي، ولا يمنعني أني أكون مسلم، ولا يمنعني أني مع الثورات الربيع العربي كلها كلها، ولا يمنعني أني تفوقت في الدراسة وطلعت من الخمسة الأوائل على بلدي، وكان في كأس العالم في كرة القدم أثناء الامتحانات ما شاء وطلعت الله. الخامس على بلدي. كان كأس عالم سنة كام؟ كل الكؤوس كان وقت الثانوية. أنا ابتديت بال 78 في الأرجنتين. من الفاز باثنين الأرجنتين طبعا ما شاء الله. وبعدين 82 اللي كان فيها أعظم فريق في تاريخ كرة القدم، الفريق البرازيلي عام 1982. بعدين 86 اللي فيها مارادونا، الظاهرة المرعبة. وهكذا. وما شاء الله طلعت من الخمسة الأوائل. نعم، وبشوف المباريات ولا تلهيني ولا عن أي قضية، لا عن ديني ولا عن إحساسي القومي العربي ولا عن الثورة ولا عن عملي ولا عن دراستي ولا عن شيء. الإنسان بحاجة في اليوم الواحد لخمس أوقات ترفيه في اليوم. طيب، كأس العالم مرة كل أربع سنين. في كثير من جمهور كرة القدم، والدي الله يرحمه كان يحب كرة القدم، بس ما بيشوف المباريات المحلية، يعني بيشوف بس المباريات الدولية لما يكون البرازيل، أرجنتين، ألمانيا، إيطاليا فقط. كرة القدم لا تلهي ولا عن شيء، يعني مرة كل أربع سنين. كرة القدم متعة، متعة اللي بعض الناس، في ناس ما بيستسيغوها، يجب عليهم أن يحترموا من يستسيغها. أي الأندية السورية كنتم تشجعون؟ بحكم الولادة يعني، أنت عارف يعني. كمان بحب أوضح للناس أنه فرق كرة القدم تكون بحسب المدينة، والمدن الكبيرة زي القاهرة وزي حلب بيكون أكثر من نادي بنفس المدينة، فبيكون النادي حسب الحارة. نعم. نادي الزمالك هي حارة مش حارة؟ نعم، منطقة في مصر. نعم. حي من أحياء القاهرة، فبحكم الحي اللي أنا ولدت فيه هو نادي حلب الأهلي. وهذا النظام المجرم أول ما استلم الحكم في سوريا عام 70 غير أسامي الأندية، تخيل، تدخل في شأن خاص شعب.